السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا سعداء بالالتقاء بكم هذه الليلة، متمنين من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والسداد، وأن نستفيد من كلمة الأستاذ سلمان بن عبد الله بن سعيدان الذي له باع كبير والمعرف لا يعرف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الأستاذ سلمان بن عبد الله بن سعيدان. الأخوة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بهذا الجمع الكريم في رحاب الغرفة، غرفة الرياض، وفي هذه المحاضرة التثقيفية حول الاستثمار العقار الآمن، والتي يشرفنا أن يلقيها الأستاذ سلمان بن عبد الله بن سعيدان، الخبير العقاري ورئيس مجموعة سلمان بن عبد الله بن سعيدان للعقارات، والتي تأتي ضمن خطة اللجنة العقارية لنشر الوعي الاستثماري العقاري وعرض أحدث اتجاهات السوق العقارية وتطوراتها التي تسهم في إيضاح الصورة بشكل أفضل أمام المستثمرين لاتخاذ القرار الاستثماري السليم وفي الوقت الصحيح بما يفضي إلى الاستثمار الآمن والمربح بإذن الله تعالى. الأخوة الأفاضل، سأنتهز هذه الفرصة وبمناسبة قرب انتهاء أعمال الدورة 16 لمجلس غرفة الرياض، والتي ينبثق من تحت مظلتها اللجنة العقارية الرئيسية ولجانها الفرعية، كي نضع بين أيديكم ونعرض على مسامعكم تقرير حول أبرز المنجزات والفاعليات التي حققتها، والتي تستهدف في مجملها تعزيز القطاع العقاري وتطوير أنشطته وتذليل العقبات والمعوقات التي تواجهها القطاع والمستثمرين فيه، وما بذلته اللجنة من جهود للتعبير عن هموم القطاع ومعوقاته ونقلها للمسؤوليين المعنيين في سبيل تلمس الآليات لتذليلها. وأجدها فرصة لأعبر عن الشكر والتقدير للتجاوب البناء الذي أظهره المسؤولون في مواجهة مطالب وشكاوي المستثمرين العقاريين. وإن كنا نتطلع ونطمح إلى المزيد من التفهم والتجاوب مع مطالب العقاريين، ولا شك إننا سنواصل جهودنا من أجل تهيئة البنية التحت الملائمة للاستثمار العقاري ودعم القطاع وزيادة نموه وازدهاره وتعزيز قدراته لممارسة دوره وأدائه وإداء رسالته لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني بوصفه ثاني أكبر قطاعات الاقتصاد الوطني بعد البترول، وباعتباره محركا لما يزيد عن 130 قطاعا اقتصاديا. وفي الختام، أدعو الله أن يوفق الجميع لخدمة الأهداف التي يتطلع إليها العقاريون وتذليل العقبات التي تعترض مشاريع الاستثمار العقاري بالرياض والمملكة، وبما يخدم الصالح العام. وأكرر الترحيب بكم جميعا، كما أرحب بالأخ المحاضر. أأمل أن تتحقق الغايات المرجوة من هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترك الكلمة لأخي الأستاذ سلمان، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. في الواقع
يعني من دواعي سروري اني اكون بينكم هنا. احب اعرفكم بنفسي، سلمان عبد الله بن سعيدان، تخصص كمبيوتر حاسب آلي ورياضيات، تخرج عام 1986. أعمل في العقار منذ الصغر، من يوم كان عمري 9 سنوات كانت مع الوالد، تلقيت تعليمي ومعرفتي العقارية من خلال بيت العائلة، أساتذتي الوالد رحمة الله عليه والعم حمد والعم إبراهيم وكافة أعضاء المجالس العقارية اللي كان لي الشرف بالتواجد فيها. أنا أحببت العقار منذ الصغر واستمريت في العمل فيه، وهو نصيحة لأي واحد يبغى يشتغل في أي شغلة، الأفضل أنه يحبها حتى يقدر يقدم فيها. خصوصا اليومين هذه صارت المنافسة كبيرة جدا، وصار دائما البقاء وحيبقى البقاء للأفضل. فأي واحد منكم يحب يدخل في الاستثمار العقاري أو يدخل في أي قطاع كان، الأفضل أنه يحبه ويتعرف عليه ويبدأ يفكر فيه من عن قرب عشان يقدر يبدأ فيه. الواقع السوق العقاري اليومين دي يعني تواجه تحديات كبيرة، ويحتاج مننا إلى تعريف وتشخيص الحالة حتى نقدر يعني نعرف كيف نخرج منه بمخارج طيبة. أتمنى من الله أن يوفقنا اليوم في تقديم بعض الشيء اللي ممكن يساعدكم إن شاء الله ويفيدكم، أتمنى ذلك إن شاء الله. الاستثمار، كلمة الاستثمار يعني أنا حبيت في عنوان المحاضرة الاستثمار العقاري الآمن، أني أعرفكم على ما هو الاستثمار، وبعدين ندخل فيما يخص العقار. الاستثمار لغة هو استثمار الشيء، يعني إكثاره وتنميته. أنا عندي هنا ما بشوف اللي نفس اللي عندكم ولا قد أقرأ من شيء ثاني. اصطلاحا هو توظيف المال بهدف تحقيق عائد مناسب. المستثمر دائما يبحث عن أعلى عائد وأقل تكلفة وأقل مخاطر وأقل مدة. بالطبع ما في شيء في عالم الاستثمار اسمه أقل مخاطر أو بدون مخاطر. المخاطر دائما موجودة، بس شطارتنا في كيف نتفاداها وكيف نحولها من مخاطرة إلى فرصة. كل استثمار له أهدافه. أهداف الهدف الأول بالطبع هو الربح، ارتفاع القيمة وتنظيم التدفقات النقدية. أشكال الاستثمار، الوقت الحاضر أصبح الاستثمار ليس في المال فقط، إنما يبدأ بالاستثمار في الأبحاث ودراسات السوق ومعرفة الاتجاهات. تبحث في مثلا إذا كنا بنتكلم عن العقار بالذات، نبحث في استثمار تحديد أفضل المواقع، أفضل العوائد. يعني على أقرب مثال الآن مثلا عندنا حاجة سكانية تصل إلى 1,700,000 وحدة سكنية. أفضل استثمار أنه تتوجه للاستثمار في الوحدات السكنية، في بناء الوحدات السكنية. أنا دائما أنظر إلى أنه تكون أهداف الدولة التكتيكية هي أهدافي الاستراتيجية، بمعنى أنه وين ما يتوجه الدولة على حسب رغبتها أكون معها. من الغلط أو الخطأ أن الواحد يعكس اتجاه التيار، هذا بيتعب وبيواجه مصاعب كثيرة. ولكن اتجاه الدولة لحل أزمة السكن، أنا أشوف أحط نفسي مكان فيها وأبدأ أشتغل.
أعمل في تزويد السوق بالأراضي أو تزويد السوق بالوحدات السكنية الصغيرة أو الرخيصة، أيا كان أعمل فيها، حتى لو عملت في مواد البناء أو في استخدام العمالة أو ما شابه ذلك. فالمهمك تكون في محيط الشيء اللي له دوره أو يعمل بشكل كبير. برضو اليومين دي الاستثمار في البشري، في الطاقة البشرية، كذلك الدعاية والإعلانات، الاستثمار المادي، الفائض من المادي المقصود به الأدوات والعقارات، المالي استثمار الفائض من الأموال، كذلك الاجتماعي. الاستثمار البحثي يقوم على تطوير نموذج العمل لمواكبة اتجاه النمو العالمي. ما تخلي نفسك من القراءة، من الاطلاع، من الأبحاث، من الاستماع، من محادثة ومحاورة منهم يفهمون أكثر منك أو لهم خبرة أكثر منك. البشري يعني في السابق كانت المكاتب العقارية عبارة عن محاسب وعامل شاهي، وكان يتحكم في أموال كبيرة. الآن لا، يعني صارت الطاقة البشرية كبيرة جدا وعليها يعني يعول أمور كثيرة، وصار اختيار الموظفين أو العاملين فيه تحدي كبير. وعندنا نشوف هنا بعض الأخوة برضو من لهم يعني عمل في القطاع العقاري ويعرفون هالكلام هذا. بالإضافة إلى أنه بعد استقطاب الموظف المناسب تحتاج إلى أنك برضو تدربه وتطور مفاهيمه ومعرفته وتزيد، بحيث أنه تحافظ عليه يبقى معك أكبر مدة ممكنة. إبراز الهوية وبناء الاسم التجاري لترسيخ الرؤية والرسالة مهم جدا. أصبح في شركات كثيرة عقارية الآن أصبح اسم شركة للتطوير العقاري أو لإدارة الأملاك أو للتسويق العقاري. يعني بدأ العقار كان في السابق عقار فقط، يعني صاحب المكتب يشتغل في كل شيء. الآن يقدر يشتغل في كل شيء، بس صار فيه يعني تحديات كبيرة، صار التخصص مو جدا مهم. فلما تختار لك طريق معين منهم تشد حيلك فيه، تثقف نفسك فيه، تزود نفسك فيه بالأدوات المناسبة. الاستثمار المادي، الآلات والعقارات والأراضي. الاجتماعي، العلاقات بين المنشأة والعملاء لاكتساب مزيد من ميزة تنافسية. أصبح الدور للمشاركة الاجتماعية بكل أشكالها مهم جدا، ويعطي دعم للاستثمار بشكل عام. الاستثمار المالي عادة يعني في توظيف الفائض من الأموال المتوفرة لديك. إن أفضل أنواع الاستثمار من قديم الأزل كان وما زال ملتصقا بالأرض وما عليها. يبدأ الاستثمار في الأرض عن طريق إحيائها في المناطق الزراعية وما شابه، وبعدين يتحول إلى مباني وتطور بنية تحتية وفوقية وخلاف ذلك. في السابق ولا زال بعض الشيء حتى الآن ترتفع قيمة الأرض بدون أي قيمة مضافة، مما جعلها استثمارا سهلا وتوجه لها الكثير. الآن صار لا، يحتاج لنا مزيد من المجهود حتى نحول استثمارنا وننميه ونزيده. أعتقد أنه دور الدولة في تنظيم القطاع وفي تثقيف المتعاملين فيه أصبح الآن أكثر يعني تعقيدا، خلنا نسميه، وبالتالي يفرض عليك آلية وطريقة معينة في العمل. الاستثمار العقاري هو تنمية الثروة بتحويلها إلى أصول منتجة كالمباني وخلافها برؤية تحقيق عوائد مجزية. ضمان الاستدامة في الحصول على العوائد، والعوائد المجزية هي العوائد التي تفوق الزكاة والتضخم حتى يبقى العقار
ويحافظ على قيمته وينمو النمو الكافي لبقائه. أنواع الاستثمار ثلاثة أنواع رئيسية: المضاربة والتطوير والعوائد. المضاربة مخاطرها عالية، مداها قصير وعائدها مرتفع، وعلى حسب المثل القائل هاي ريسك هاي ريتين، المخاطر العالية أرباحها أو عوائدها عالية. التطوير مخاطرها متوسطة ومداه متوسط وعائده متوسط. وهو اللي احنا الان في الفتره هذه تقريبا نحتاجه بشكل كبير، خصوصا ان وزاره الاسكان الان متجهه الى بناء لا يقل عن 1.5 مليون وحده سكنيه خلال 5 سنوات حسب التصريحات، بالاضافه الى اليوم ما ادري احد منكم قراها واطلع عليها تصريح جديد لأنه في زيادة 400,000 على الرقم السابق اللي أعلن اللي هو 754,000 ليصبح الإجمالي 1,100,000، بالإضافة إلى أن صندوق التنمية لديه 535,000 اسم أو منتظر في إقامة الانتظار، بالإضافة إلى قبل مدة بسيطة كنت مع مؤسسة وزارة الشؤون الاجتماعية ويتكلمون عن أنه في حاجة إلى 440,000 وحدة لمستحقين الضمان. بالتالي إحنا نتكلم في حدود 1,000,000 وحدة سكنية. 1,000,000 وحدة سكنية هي سهلة في أنك تقول 1,000,000، يعني ما أخذت مني جهد وأنا أقول كلمة 1,000,000، لكن 1,000,000 وراها أشياء كثيرة. لما أتكلم عن 1,000,000 وحدة سكنية، الوحدة تحتاج إلى 25 طن حديد، معناته أن نتكلم عن 25 مليون طن حديد للمليون بالكامل. كل وحدة تحتاج إلى 1.25 مليون عامل، 1,000,000 وحدة نحتاج إلى 1,250,000 عامل. فلما تفصل المشكلة إلى أصولها الحقيقية بنقاط بسيطة تبدأ تعرف أو تتعرف على حجم المشكلة اللي احنا نواجهها. أنا قلتها أكثر من مرة، قلت وزارة الإسكان أو وزير الإسكان أمامه يعني هم وحمل كبير، مشكلته بضاعته ما يقدر يستوردها، ولو احتاج ينتجها في هذا في ينتجها داخليا يحتاج لا يقل عن 3 سنوات. فبالتالي احنا نطالب بحل المشكلة الآن، لأن عندنا حاجة ماسة الآن، ولكن هو ما يستطيع، ليس لعدم قدرته أو إلى آخره، لكن الاستثمار بالقطاع العقاري أو التطوير العقاري يأخذ وقت ويأخذ جهد ويأخذ استثمارات كبيرة جدا. فبالتالي يكون يعني إعادة الهيكلة، إعادة النظرة مهمة لوزارة الإسكان كاملة. العوائد اللي هي العقارات ذات العوائد السنوية، منخفضة المخاطر، طويلة المدى، ومنخفضة العائد. هذه تقريبا أصناف أو أشكال أو أنواع الاستثمار العقاري. بالطبع ما هو كل واحد حيشتغل في واحدة منهم فقط أو فيهم جميع، لكن على حسب استراتيجيته حيحدد بالضبط وش يحتاج. لكن بشكل عام الجميع يحتاج عقارات العوائد بنسبة معينة، ويحتاج برضه أنه يكون عنده تطوير، والمنون دي حيكون نسبته أعلى. المضاربة يعني بدأ يعني وقتها يولي وبدأ يضعف، لأن الاتجاه إلى التطوير صار أكثر، برغم أنها نحتاج إلى تنظيمات أكثر. أنا أمس بالصدفة كنت في مركز الوطني للتحول وكنا نناقش مبادرات وزارة الإسكان. وزارة الإسكان لديهم أكثر من 28 مبادرة لحل الأزمة، وأعتقد أنه أمامهم يعني مسؤولية كبيرة وجهد كبير، يحتاجون إلى بذل من الجهد وتعاون القطاع الخاص، خصوصا أنه الاستراتيجية للوزارة الآن تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص حتى يقدرون يعني يحققون هدفهم. مرتكزات الاستثمار العقاري تشمل في الموقع، السكان، والمساكن، وتوفر الخدمات والمرافق العامة.
احنا اي واحد يحب يستثمر في 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 العقار دائما زي ما قالوا قبلنا الموقع ثم الموقع ثم الموقع مهم جدا، والان صار الموقع مهم على حسب استخدامك له او على حسب استخدام الموقع كمن صناعي او تجاري او زراعي او سكني او خلافه. بالطبع كل ما جيت في منطقة ما تبي تستثمر فيها تحتاج إلى التعرف إلى عدد السكان، إلى تصنيف السكان، أعمارهم، حجم الأسرة وإلى خلافه. وهذا أعتقد أحد أسباب مشاكلنا الآن أو مشكلة الأزمة السكن اللي نعيشها الآن هو في عدم توفر المعلومة. المعلومة صارت يعني شحيحة جداً، وأحد مبادرات وزارة الإسكان أنه يأسسون مركز للمعلومات يزود المستثمرين بالمعلومات الكافية حتى يقدرون يبنون قراراتهم. احنا تقريبا نستثمر في العقار ونعمل في العقار من سنين ونبني قراراتنا على توقعاتنا وتهجساتنا، ويعني المعلومات العلمية قليلة جدا وبدأنا نبنيها شوي شوي، لكن يظل تحتاج إلى مصادر وإلى مراجع تستند لها. أنواع العقارات السكني والصناعي والمستودعات والزراعي والخاص. فيه مكتسبات تلقائية حسب الموقع والنوع، مثل المصانع في بعضها تصير مكتسباتها توفر الكهرباء وتوفر الغاز بآلية معينة لهم. أرجع ثاني مرة أكد ما هو الاستثمار الآمن، هو استثمار مخاطره منخفضة وعوائده مرتفعة تحافظ على قيمة الأصل وتحقق نسبة ربح منطقية تفوق نسبة التضخم والزكاة لتحقيق الاستدامة. هذا تعريف أنا رأيته مناسب، اطلعت عليه بعدة مراجع ويحتمل الخطأ والصح. مقولة العقار يمرض ولا يموت باقية، العقار ابن مبار باقية. الطلب كبير جدا والعرض قليل، العرض المناسب قليل والطلب عالي، ولكن بقدرات محدودة. يحتاج إلى مبادرات، يحتاج إلى إبداعات، يحتاج إلى أفكار جديدة حتى نقدر نغطي الطلب. من بعض الأمثلة، مشروع ترخيصه جاهز، تمويله متوفر وعميله موجود. ضمن مناقشتنا مع الإخوان في مركز الوطني للتحول الوطني، حاولوا يعني تقريبا يتعرفون على وش معوقات القطاع الخاص في كيفية انه ممكن يزيد مجهودهم او مشاركتهم في حل الأزمة. فاحنا كنا نعاني ولازلنا حتى الآن في التراخيص والحصول على التراخيص في الوقت المناسب، وبالنسبة لنا كل ما يتأخر الوقت في الحصول على التراخيص كل ما تزيد التكلفة علينا، وبالتالي ما يصير فيه فائدة وتصير الاستثمار عالي، وبالطبع حترتفع التكلفة وترتفع السعر في النهاية على المستفيد. احنا ناقشنا معهم النقطة هذه وأكدنا انه زيادة التكلفة في زيادة المدة. المستثمر دائما عنده الوقت مهم، تتكلم عن عائد في السنة يحسب بالسنة، فإذا كان عائدك ثابت وصار بعد سنة أو سنتين أو ثلاث معناته بدأ يتناقص وبدأ يصير غير مجدي. فهم عارفين النقطة هذه وأكدوا لنا أن مركز خدمات المطورين العقاري أحد المركزات الأساسية اللي تقوم عليها مبادراتهم، وأنهم حريصين على أنه يكون موجود في وزارة الإسكان لخدمة المطورين العقاريين وتسهيل وتقليل مدة الحصول على التراخيص. تمويله متوفر. كذلك أكدنا لهم أنه البنوك لا زالت يعني ترى الاستثمار في القطاع العقاري ضعيف جدا، وأنه يحتاج إلى
مزيدا من الثقة ما بين المطورين وما بين البنوك، وعندهم تحفظ في التنظيمات والآليات وما شابه ذلك. كذلك وعدونا بأنه بيكون فيه مبادرات من وزارة الإسكان مع البنوك عن طريق مؤسسة النقد في تقديم الضمانات اللي تساعد المطور في الحصول على القرض العقاري بحيث أنه يقلل من تكلفته. العميل موجود، أنا أعتقد أن العميل وزارة الإسكان موجود الآن وبحاجة إلى من يقدم له الخدمة المناسبة له على حسب دخله وعلى حسب إمكانياته. أنا شخصيا اتجاهي للاستثمار مع وزارة الإسكان هو اللي ماخذ أولويتي في الوقت الحاضر، لأن وزارة الإسكان الآن لديها عميل جاهز وتسعى لتوفير التمويل والتراخيص شبه جاهزة الآن. فأعتقد أنه الاستثمار الآمن هو اللي يحقق الثلاث نقاط الأساسية، يعني تضرب على الوقت والمال والمستهدف. أحد آليات الاستثمار العقاري اللي هو الصناديق العقارية، رقابة، حماية وشفافية، هذه أساسيات الصناديق العقارية لدى هيئة سوق المال عن طريق الشركات المالية. حريصين على الرقابة، أنا الحمد لله أسست 7 صناديق عقارية ولاحظت هالشيء. هيئة سوق المال يعني مشددة على الرقابة شديدة وحماية لحقوق المستثمرين، وكذلك شفافية عالية ما بين المستثمرين والشركة المالية المديرة للصندوق والمطور، بحيث أن يوصل المعلومة كاملة وتصير متبادلة ما بين كافة الأطراف. مسلمات تجعل الاستثمار العقاري أكثر أمان. حاجة السوق إلى 1,700,000 وحدة، 1,700,000، زيادة سنوية في السكان، النهضة عمرانية شاملة، طفرة اقتصادية تعيشها المنطقة، أصل ثابت غير متهالك وذو قيمة متعاظمة. جدول الاستثمار قائمة على خفايا وخبايا، أبرزها الموقع ثم الموقع ثم الموقع، الممارسة وسابقة الأعمال، القدرة الفنية والمالية والإدارية. في السابق كان العقار بسيط جدا، مجرد دكان وقهوة وشاهي، الآن لا، ما هو بسيط، يحتاج إلى أمور كثيرة جدا، وأصبح يعني يحتاج إلى استعدادات فنية ومالية وإدارية كبيرة جدا. الأمان، استقرار سياسي، استقرار اقتصادي، وتنظيمات فعالة. أنا أعتقد يعني الشهادة لله، الحمد لله إحنا الآن يعني الكل عارف أنه نعيش فترة يعني حرجة شوي، مشاركين في حرب، وبترول انخفض، وتحول اقتصادي، تحول وطني، وأعتقد لازال السوق لله الحمد يعتبر متماسك جدا ومحافظ على قيمته. ما أتكلم عن السوق العقاري بس، أتكلم عن السوق بشكل عام، وهذا فيه أمان واطمئنان أكثر الحمد لله. يعني هذه نعمة من الله، بوجود هذه كلها لازال عندنا استقرار سياسي ولله الحمد. المواطن يعني قائم بدوره، وهذا يعني ساعد الحمد لله كثير. استقرار اقتصادي، في ثقافة ووعي كبير عند المجتمع، عارفين الوضع وقدروا يتفاعلوا معه ويتعايشون معه، والتنظيمات الآن بدأت تزيد، وبدأنا نشوف كل يوم يطلع تنظيم جديد يرتب وينظم السوق، وهذا الحمد لله يعني أعتقد أنه اللي يدعم استقرار السوق وتقويته. براين تريسي، كلما بحثت عن الأمان كلما قل ما تحصل عليه منه، كلما بحثت عن الفرص كلما زادت احتمالات تحقيقك للأمان الذي تريده. أنا اخترت كلماتها لأنها فعلا إذا حرصنا فقط على الأمان، يعني من برا كله خلاه كله، إذا حرصت على أنك تدوره يعني تترك الفرص لأن ما فيها الأمان الكافي أو ما شابه ذلك، حتلاقي نفسك ما حصلت شيء. لكن إذا بحثت عن الفرصة بحد ذاتها بإذن الله بتحقق الأمان الكافي.
شكرا لكم، أتمنى من الله أني وفقت في تقديم ولو جزء بسيط يطلع منكم الواحد على الأقل مستفيد كلمة واحدة. ما عندي شيء أفضل منكم إلا أني أعرف حياتي شوي، وأتمنى أني وفقت في توصيل الفكرة. شكرا. شكرا أخي سلمان على هذه الكلمات والمعلومات التي نحتاجها من إنسان خبير في هذا المجال ومن أسرة كبيرة والحقيقة هم من عمل في هذا المجال ويعرف خفاياه لا سيما في المملكة العربية السعودية، فلك الشكر والتقدير على ما قدمته. أخواني إذا كان هناك أي أسئلة سواء من الحاضرين من الرجال أو من الأخوات الكريمات في قسم النساء شوية. جزاكم الله بالخير، وشكرا على الغرفة تيجي غرفة الرياض والأخ سلمان، جزاه الله خير على المحاضرة القيمة. حبيت أسأل أبو عبد الله جزاه الله خير، بالنسبة للاستثمار في العقار الخارجي، هل نفس عوامل تأمين الأمن في الاستثمار العقاري الداخلي في المملكة نفسه في الخارجي؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، طالما قبل شهر طلعت إحصائية أن هناك 1,300,000 وحدة سكنية متوفرة، فكيف هذا يتناقض مع أنه لا يوجد فيه فائض؟ السؤال الثالث والأخير طال عمرك، وش تقول في المقولة هذه؟ في مقولة إنجليزية تقول don't wait to buy a real estate but buy and wait، لا تنتظر لتشتري عقار بل اشتري العقار وانتظر. شكرا لك. بالنسبة للاستثمار، أعتقد إذا كنت فهمتك كويس تكلم عن استثمار خارج المملكة في العقار أو في السعودية، الفرق بينهم ولا؟ نعم، أنا ما شخصيا أحب فقط الاستثمار في السعودية وأعرف الاستثمار السعودية فقط، يعني الواحد يتكلم من تجربته. ما حصل لي أني استثمر لا في دبي ولا في تركيا ولا في مصر ولا غيرها، ولكن بالصدفة الأسبوع الماضي كنت في زيارة عمل لمصر. يعني مصر تختلف عن السعودية كثير، احنا نتميز عنهم باشياء كثيرة، يعني دولة اقتصادها قوي، سكانها قليلين نسبة وتناسب، متوسط الدخل اعلى، ومع ذلك الاستثمار في العقار عندهم يعني في ارتفاع وملفت للنظر. فمن تحليلي الشخصي، وهذا اعتقد انه اذا اي واحد يبغى يستثمر في اي مكان ثاني يبحث عن مثل هذه، مصر عندهم إيمان قوي بالبيع على الخارطة ويصدقون فيه، وثقتهم في المطورين كبيرة جدا، مما ساعد في تقليل تكلفة الوحدة أثناء البيع. يعني أنا عندي نموذج مالي أدرس الآن مشروع، فتخيلت لو أني أنا قدمت على وزارة الإسكان وحولوا لي المستحقين واشتروا مني اليوم، حيكون ربحي 48%، لكن لو بعتها بعد ما ينتهي المشروع حينزل ربحي إلى حوالي 8 أو 10%. ليش؟ لأني أنا صرت أمول، أحصل على تمويل شبه مجاني، غير لما أنا أستثمر أموالي أو أحصل على تمويل من البنك. فبالتالي البيع على الخارطة يعني خاصة الآن بعد ما يعني الدولة نظمتها أكثر ويسعون لتنظيمها أكثر، وانتقل عند وزارة الإسكان حيتنظم أكثر، هو يساعد الفرد على الحصول على وحدة بسعر أقل. بالإضافة إلى أن في مصر عندهم نقطة ثانية، إلى أن الجنيه يتناقص، وبالتالي الملاذ القوي بالنسبة لهم هو العقار. فأنت لما تتعرف على خصائص السوق وتعرفها صح، ذاك الوقت تقدر اتخاذ قرارك بالاستثمار فيه أو لا. يرجع عندهم نظام، وهو اللي لازم تنتبه له، أنه إذا أنت وديت عندهم 10 مليون ولا 5 مليون ولا أي رقم كان، هل تستطيع ترجعه؟ ومتى تستطيع ترجعه؟ وكم بيصير لما ترجع؟ لأن بتدخلها أنت مليون، لكن لو جيت طلعه كم بيصير؟ هنا برضو لازم تحسبها أنت قبل ما تقبل عليها. هذا فيما يخص السؤال الثاني. عفوا، كان في احصائيه. اوكي الاحصائيه هذه طلعت، انا شخصيا ما عندي اطلاع عليها، لكن على حسب ما امس برضو كنا في التحول الوطني يتكلموا عن انه يوجد عرض لكنه ما يتناسب مع الطلب،
وهذا فيه إشكالية. تحصل وحدات على 1.5 مليون، 2 مليون، 3 مليون، لكن الطلب اللي عندنا وغالبية الطلب لما نتكلم عن 750 ألف في وزارة الإسكان، هذا اللي يتكلمون عن 500 ألف حدودها، 70% منهم هذولا قدرتهم الشرائية ضعيفة، ما يستطيعون يعني، أو بالأصح زي ما كتبوا في التحول الوحدات الموجودة قيمتها 30 ضعف قدرة المواطن على الشراء. فهذا اللي خلق العدم التوازن. موجود في السوق وحدات نعم وكثيرة، لكنها ما تتناسب مع الطلب الحقيقي، فإحنا عندنا عدم توازن ما بين العرض والطلب. المقولة اللي تقولها هذه المقولة الصحيحة، اشتري وانتظر، لأن كل ما تنتظر يرتفع السعر عليك. أنا أعرف واحد كان أستاذ جامعة وأكثر من مرة يقول لي أنا كنا جيت أشتري يرتفع العقار، كنا جيت أشتري يرتفع العقار. قلت يا أخي اشتري الآن حتى لو تدين تتملك الآن، وبعدين يصير فلوسك تزود، لأن فلوسك في البنك تتناقص إلى حد ما. السلام عليكم، في مداخلة من جانب السيدة. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم. أنا سمعت سؤال الأستاذ سلمان، ما هي المعادلة الجيدة للاستثمار المال الآمن في ظل الظروف الراهنة؟ يعني السيولة بدأت تنخفض في يد المواطنين بحكم أن الدولة بدأت تخفض الدعم من جميع الجهات، فما هي المعادلة الجيدة للاستثمار الآمن في ظل هذه الظروف؟ معادلة ذكرتني بواحد دكتور اقتصاد مر عليه في عام 87 أو 88، كان يعني مستغرب من السوق العقاري كيف يعني وش تفسيره له. فقلت له والله أنا تخصصي رياضيات وكلها، بما أن إذا طبقت كل المعادلات العقارية على العقار، ما فيها ولا أحد ونجحت إلا أنك زي ما تفضل الأخ، إذا حصلت المناسب أشتره. فيما يخص الاستثمار، أنا أعتقد الآن أنه أفضل استثمار هو التوجه فيما يعني في نفس الطريق أو في نفس اتجاه الدولة، بمعنى استثمر وين ما تكون الوحدات مناسبة للمستحقين، وزارة الإسكان بجميع أشكالها وأطيافها. الاستثمار الآمن الآن اللي أنت ترى مستهدفك قريب وترى استثمارك قليل، اللي تستثمره أنت الآن ووقتك مناسب. بالطبع الآن صارت الخيارات المول، إحنا نشتري أي الأرض في أي مكان، لكن الآن صارت الأرض تشترى في مكان ما قريب للخدمات، أو الخدمات لها اتجاه الخدمات لها في الوقت القريب. بالطبع يتوقف الاستثمار الآمن أو تعريف الاستثمار الآمن من كل شخص لشخص يختلف. أنا عندي 1 مليون ريال ما أحتاجها أبد 5 سنين 10 سنين، أو 1 مليون ريال بحتاجها السنة الجاية. فبالطبع كل ما قلت المدة أو زادت المدة اللي بتستغنى فيها، كل ما توجهت على حسب اللي يصير في المدينة. يعني اتجاه المدن عادة للشمال، يليه الشرق، الغرب، وبعدين الجنوب. هذا التوجه اللي صاير، ما عدا مدينة حائل بالمناسبة، حائل اتجاهها للجنوب. ما أعرف يعني عكس وش اللي عندهم فكرة، لكن تجاه الاستثمار عندهم منو في جنوب حائل. الموقع زي ما ذكرنا من شوي، لو رجعنا للعرض، هنا برضو يعني الترخيص الجاهز والتمويل والعميل. يعني أنا أرى منتج وزارة الإسكان هو أكبر مثال قوي يمثل الأمان، لأنه إحنا الاستثمارات العقارية يعني استثمارات يعني مميزاتها أو خصائصها أنها تحتاج إلى رأس مال كبير. فإذا أنت بتستثمر في مشروع، تستثمر مبلغ كبير، وبعدين بعد نهاية المشروع تنتظر العميل ولا تدري إلى متى بيجي العميل، فهذا عندك مخاطر لازم تنتبه لها. فأنت كل ما يكون عندك البيع على الخارطة نشيط في مشاريع مثل مشاريع وزارة الإسكان، فيها أكثر أمان وأكثر موثوقية، هي بتصير فيها أمان. أرجع أقول أن الأمان يعني تعريفه يختلف من شخص إلى شخص. شكرا جزيلا.
مداخلة أخرى؟ تفضلي يا أختي. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. أنا يعني عندي سؤال. أنا عندي تقريبا 10 سنوات في مجال العقارات، لكن عندي سؤال اللي هو هل هناك عدد محدد في رفع وإضافة العقارات؟ عفواً، شلون رفع يعني؟ يعني كل مجال له نقلة في رفع أو خف إلا العقارات، ما فهل في عدد؟ يعني أنا الآن تقول لي بدينا يعني هنا في الرياض بدون الشمال، فنشوف الرفع في الشمال، لكن في حائل قلت العكس جنوب، هذا التحديد كيف موازنة؟ أنا تكلمت في الرياض وأغلب مدن المملكة اتجاه النمو للشمال، يعني في كل منطقة ما عدا بالصدفة أنا يعني لاحظتها في حال اتجاهها للجنوب، اتجاه يعني رغبة الناس. بالطبع ما يجي واحد يقدر يستثمر في أي منطقة كانت، يعني في الصمان من يبرح أسوي مشروع لأن الناس يروحون يتسفرون هناك، فمن الخطأ أنك تستثمر في مكان ما له ما فيه اتجاه له ولا فيه مقومات النمو ولا مقومات الحياة. هذا فيما يخص اتجاه أو توجه الاستثمار، إنما فيما يخص ارتفاع الأسعار أو ارتفاع العوائد هذا يحكمه أمور كثيرة. بالطبع كل ما توفرت الخدمات، أنا ببحث عن الصفحة بس ما شكلها بتصعب علي، كل ما توفرت الخدمات كل ما صار يعني أكثر أمان، كل ما كان فيه يعني سكان متواجدين في المنطقة كل ما كان برضو أكثر أمان، كل ما كان فيه طلب عالي، نوعية الطلب. بعض الأحيان زي ما تفضل الأخ عن الفائض أنه إن تتوجه إلى أنك تبني وحدات غالية أو وحدات كبيرة في المساحة أو وحدات ما توفر يعني الطلب، كل ما بيكون عندك صعوبة في 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 الخروج من الاستثمار. هذا يذكرني أنه مجموعة السعدان قاموا بتأسيس كرسي أستاذية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكانت نتائج الكرسي أو نتائج الأبحاث أنه تعريف المسكن الميسر هو المسكن الذي تملكه وتصونه وتشغله 35% من دخلك. والتعريف الثاني أو النتيجة الثانية اتضح لهم من خلال الأبحاث أنه غالب العوائل السعودية تبني بيت أكثر من احتياجاتها، بمعنى يعني يمكن أغلب الموجودين عندهم نفس المشكلة، تلاقي عندنا مجلس رجال ومجلس نساء وبينما ضيافاتنا في الاستراحات وفي أماكن خارجة أخرى. طيب أنا ليش بنيت حطيت مساحة حطيت فيها مجلس رجال ومجلس نساء؟ يعني كان ممكن يكون مجلس واحد على الأقل. في نفس الوقت تلاقي عندك في البيت فيه مسبح وفي حديقة، وبينما نحب نستخدم المسبح اللي في الاستراحة أو في جمعة أو 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 تلاقينا مقفلونه. هذه من الأمور اللي يعني يجب أن نعيد التفكير فيها. يكون أو النقطة اللي أنا من بحبها كثير، كثير مننا نبني البيت على 750 متر وما شاء الله مكمل من كل شيء ونعيش كل وقتنا في الملحق. يعني ما أدري ليش، يعني أنا ابني بيت جميل كل شيء وكل وقتي حاطة في الملحق. فنبي نعيد التفكير في وش اللي عندنا ونشوف يعني نوجهها للاتجاه السليم. مداخلة أخيرة من جانب السيدات، تفضلوا. بس عاد عطوا الرجال حقهم. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم. أي أرض أو عقار بدون صك أنا ما أنصح فيه أبدا. الرخيص ليس بدون مستندات تحفظ حقك، هذا مخاطرة عالية جدا. الرخص اللي يتكلم عنه
هذا يعتبر مخاطرة. والواحد زي ما قلت لك تدرسين قرارك تتجهين، ممكن تروح تاخذين، هذا يعتبر مخاطرة. مخاطرة ايش معناتها؟ ممكن يضيع مالك كلها، وممكن يضرب معك يدبل 3-4 مرات، الله أعلم. لكن أنا شخصيا ما أميل إلا القرارات السليمة الوسط. صك مهم جدا. مساء الخير. بالنسبة لسؤالي، الصوت واضح؟ سؤالي إذا كان وش التوقعات أو وش السيناريو اللي حيحصل بالنسبة للمضاربة في القطاع العقاري، بحكم أنه الآن يعني نسمع أنه في نزول انخفاض وصل إلى 20% أو أكثر ممكن، فما أتوقع أنه فكرة مناسبة للمضاربة في الوقت الحالي. أو وش أو إذا كان الشخص عنده يملك أصول، ونتكلم عن أراضي، فوش يقدر يسوي أو وش القرار اللي حيتخذه؟ طيب. أنا زي ما ذكرت من شوية، المضاربة أعتقد صار حظها أقل، المضاربة في العقار حظها أقل، لأن التوجه إلى البناء. أنت ممكن تلقى في المضاربة مربح لأنه لا زال فيها، كل قطاع فيه حقه، ولكن بالطبع على حسب أنت وش احتياجتك وش نظرك أنت وكيف تنظر لها. في الأخير في البداية وفي النهاية القرار عندك، القرار قرارك أنت، بس اللهم أنك ادرس وضعك أكثر واتخذ القرار المناسب. أنا شخصيا من 2005 وأنا مخفف في المضاربة في الأراضي ومتجه للتطوير العقاري. بالطبع بالنسبة للمستثمرين الأفراد ما أعتقد أن التطوير بيصير خيار مناسب لهم، لأنه يعني التطوير يحتاج إلى إمكانيات وقدرات، ولكن فيه الاستثمار في الصناديق العقارية، وفيه الاستثمار برضه عن طريق الشراكات وما شابه ذلك. بس المضاربة ما أشوف أنها يعني هي الخيار الأفضل في الوقت الحاضر، إلا في أشياء قريبة داخل المنطقة داخل الخدمات، وهذا بيصير سعرها عالي وبتصير العوائدها منخفضة، فصارت يعني نوع ما قريبة للأمان. مدى تأثير قرار إذا دخل حيز التنفيذ قرار الضريبة، ضريبة الأراضي الرسوم، أي هذا على سواء على الأراضي أو على الاستثمارات التأجير أو الأنواع الأخرى يعني. طيب. الرسوم، أنا حضرت يعني ورشة عمل وقرأت النظام، تفحصته. الرسوم زي ما صدر مع المقام السامي أنها ليست للجباية. لو كانت للجباية هذه لها وضع، بمعنى أنها حتكون مستمرة. في أحد بنود النظام أنه متى ما اكتفت المنطقة أو المدينة من الاحتياج حيتوقف تطبيق النظام. بمعنى مدينة الرياض الآن محتاجة إلى 130 ألف وحدة، إذا غطت وحدة حاجتها هذه حيتوقف تطبيق النظام. حسب الخطة الموجودة الآن والكلام اللي يدور، لسه ما بعد طلع شيء يعني نقدر نعتمد عليه، أنه حيبدأ التطبيق في وسط المدينة، في وسط المدن، يعني المناطق البيض، الأراضي البيضاء اللي في وسط المدينة هي اللي حيبدأ عليها التطبيق، وحتبدأ التوسع حتى نوصل للأطراف. إذا أرضك في داخل المدينة وينطبق عليها الشروط، بمعنى أنها مساحة اللي ينطبق عليها وما تحدد أقل شيء، حتى الآن يتكلمون عن 15,000 أو 10,000 أقل شيء. إذا كان عندك 20,000 وفي وسط مدينة الرياض، يجب أنك تتحرك إلى تطويرها بالبناء عليها الآن، لأنه الضريبة حتجي. لكن كم تتأثر وش ما تتأثر، الشيء اللي لازم كلنا نعرفه أنه البلد كبيرة جدا والسكان عددهم كبير جدا والطلب عالي جدا، فالآثار هي فقط آثار نفسية، وأنا شفتها الآن من خلال المتعاملين وخصوصا العقاريين أنفسهم. العامل الأثر النفسي أقوى من الأثر اللي بيصير. أنا دائما أخاف من المجهول، لكن المعلوم ما يخوفني لأني أقدر أتعامل معه. فيه انخفاض وطلع على أطراف المدينة، وهذا ملاحظ عند الجميع كلهم. داخل المدينة لا زال فيه. والعقار يا جماعة الخير حسب معرفتنا أنه يعني ما هو زي الأسهم تتأثر بسرعة في النزول أو في ارتفاع. العقار ثقيل، حتى لو أنت في أحسن الظروف تبغى تسيل عقار عندك ياخذ منك وقت عشان تبيع، وكل ما تكون راغب أنك تبيع
كل ما ينخفض السعر بغض النظر عن وجود سواء رسوم أو غير رسوم، فالبيع في الوقت المناسب والشراء في الوقت المناسب هو اللي يحكم وش اللي يصير معك. يعني أنت ممكن تشتري الأرض اللي جنب بيتك لأنك محتاجها ويزيد عليك 200 ريال، 300 ريال، في 10-15 ريال ولا يهمك، 10-15% ولا يهمك لأنك صاحب عازة. وممكن تصير أرضك في مكان ما وأنت محتاج عليك دين أو عليك أي سبب إن كان تبيعها بأقل وتقيس. فالشواذ دائما ما لها حكم، لكن أنا بقول لك أثر الرسوم على العقار أو على الأسعار لم يكون ذاك الكبير اللي يخوفنا أو يخلينا نعيد حساباتنا. ليش؟ لأنه ليس لجباية الأموال إنما للتحفيز للتطوير. فطالما أني أنا صاحب الأرض الآن أعطيت الخيار إما أن أدفع الرسوم أو أن أطور الأرض، فأنا أشوف التطوير بالنسبة لي هو الخيار الأول. يتوقف عنها أن أنا عندي فلوس التطوير ولا لا. إذا ما عندي فلوس التطوير أنا ممكن أبحث عن شريك بالأرض وهو يطور لي، فهذه خيارات أمامي. يعني هو مو بخيار واحد، يا تدفع يا تبيع بأقل، مو بصحيح. والعقار زي ما تفضل أخونا يعني يلمس 130 قطاع، فلا يمكن الدولة تتخذ قرار يضره لأنه حيرجع عكسي على الدولة كلها وليس على العقاريين أو المستثمرين في العقار. عندي السلام عليكم. أشكرك يا أبو مصعب على المحاضرة وكانت يعني فيها أشياء جميلة، بس أنا عندي استفسارين. الاستفسار الأول، في أراضي يعني أعلنت وزارة العدل أراضي ملغاة في الرياض 119 مليون متر مربع، هذه ما ترى أنها تضر حتى العقار التطوير والمضاربة بشكل عام؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني طال عمرك بخصوص الآن الوضع العقاري، يمكن الآن في طلب عالي والناس تبغى يعني محتاجة بيوت وكذا، بس في يعني حملة إعلامية أو شيء يعني يشوفونه الناس أن العقار بينزل أو شيء زي كذا، وفي الواقع يعني ما شفنا شيء يعني أثر كبير أو شيء زي كذا، وهذه يعني يمكن كل 5 سنوات 6 سنوات يصير زي الشيء هذا، يعني لاحظ يعني يجي حملة أنه بينزل 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 وتشوفه مستمر وماسك نفسه وبعدها فترة يطلع. فيعني هذا اللي عندي، أشكركم. بالنسبة للمساحة 190 مليون أو 119 مليون اللي بتصير يعني بتنزل في السوق، هل لها أثر أو ما لها أثر؟ أنا مثلك سمعت عنها لكن ما تحددت أو عرفت موقعها وين، ولا عرفت يعني كيف، يعني عشان أقيس أثرها على السوق سلبا أو إيجابا لازم أعرف وينها متواجدة فيه. نعم، ما بعد ثبت يعني ما في شيء رسمي. فالمعروف انه ما فيه يعني على حسب خبراتنا احنا موجودين في السوق ما في شيء في داخل المدينة عليه شكوك او انه معروف انه مسحوب او غيره، هذا اللي هو بيكون اثره كبير جدا. لكن اللي في اطراف المدينة حتأثر على الاطراف، وعموما يعني بس كلمة صغيرة، هذه كانت في السوق انسحبت من السوق وبترجع للسوق، ما هي جديدة في السوق عشان يكون لها أثر جديد، موجودة في السوق من أول، انسحبت لسبب ما والآن بترجع. ف يعني ما أعتقد أنها بيصير لها أثر. عفوا. ورحيم قريشي من شركة البراج العقارية، عندي 3 أسئلة مختصرة. بالنسبة للمطور العقاري مثلا لو بنملك بداية حياته ويمتلك رأس مال يقوم له مثلا فيلتين أو 3، الأفضل الخيار الأفضل له الاستثمار في الشغلة اللي هو شغال فيها مثلا من 5 سنوات للتطوير العقاري في الفيلا السكنية، أو الاستثمار في الصناديق العقارية؟ وكم نسبة تقريبا بحكم قربكم من الصناديق، كم نسبة دخل أو أرباح الصناديق؟ هذا السؤال الأول. نأخذ باقي الأسئلة عشان واحدة ما في مشكلة بها. السؤال الثاني، وش شروط وزارة الأسكان اللي تكون مطلوبة مع المطور، يعني الشروط اللي تأهل المطور أنه يكون معتمد لوزارة الأسكان؟ طيب، في رد على اول سؤال عندك انه هل انت تستمر في الشيء اللي تحبه واللي تعرفه، هذا نصيحتي لك، اللي تعرفه واللي اشتغلت فيه وتتقنه استمر فيه. بالطبع توجه الدوله الان لدعم التطوير على الكميات الاكبر، يعني نتكلم عن 10 و15 و20 و30 وحدة، هذا التوجه. اذا ما كان مئات ولكن انت بديت في الجزء البسيط، احرص على انك تختار المكان تمام، وتدرس الموقع ونوعية السكان واحتياجاتهم والسعر
سعره مهم جدا، ومع الأسف الشديد هو اللي صاير الميزة، الميزة في السعر. فإذا كانت ميزة التنافسية في السعر حتحقق. في بعض الأسرار عند المطورين وانت تعرفها، في وش الوحدة المناسبة وش الوحدة المطلوبة من الوحدات الصغيرة جدا أو الوحدات اللي هي دور وشقة ودورين وما شابه ذلك. ففي شغلات كثيرة. فيما يخص الصناديق العقارية، الصناديق العقارية أرباحها زي أي استثمار، لكنها فيها فرق بسيط أنه فيه مدير الصندوق يأخذ إدارة، وهذا اللي يقلل من الأرباح العائد النهائي، ولكن هو يعطيك أكثر أمان، لأنه هيئة سوق المال تراقب الشركة المالية اللي هي مديرة للصندوق، والمدير الصندوق يراقب المطور اللي هو يتابع المشروع، ففيه رقابة أكبر وحماية أكثر وشفافية أكثر، غير لما يكون أنا عندي مساهمة من المساهمات العادية ما حد يعرف وش اللي داير فيها. الآن لا، فهي أكثر أمان بس برد أقل عوائد. وزارة الإسكان كان في السابق عندهم شروط وعندهم معايير وشروط كثيرة جدا، الآن خففوها، بس مهم أنه أنت يكون عندك خبرة ومعرفة وقدرة مالية ومعرفة بالسوق وقدرة مالية على أساس أنك أنت تقدر تقدم على مشروع 50 فلة أو 100 فلة. أعتقد حلوها بوجود البيع على الخارطة، إذا أخذت الترخيص البيع على الخارطة حتعدي الشروط هذه. سؤال الأخير، يعني الخيار الأفضل الآمن أنك تبقى في الفلل يعني كمطور، أو أنك تتوجه للقطاع التجاري ويكون معك شركاء؟ والله شوف، كل ما يصغر الشيء الآن يصير عليه الضغط أكثر. أعتقد اللي كبرت الكيكة أفضل، يعني ما تكبر في الاستثمار. يعني الماس كثرة الاستثمارات تقلل من التكلفة، وهذا شيء يعني معروف عالمي. ما أقدر أقول التجاري أكثر أمان، أنا شخصيا ما أعرف التجاري ولا اشتغلت فيه، بس أنا أقول لك يعني العقار التجاري لا هو شيء. شوف أنا قلت كذا في البداية، اللي أنت عارفه هو أكثر شيء أمان لك أنت، تدخل في اللي ما تعرفه بتغلط غلطات كثيرة، وهذا شيء مهم. مساك الله بالخير أبو عبد الله. عندي الحقيقة ثلاث أسئلة سريعة. أول شيء التقييم السليم للعقار. الحقيقة أعتقد أنه في عندنا خلل في قضية تقييم العقار، خصوصا لما يكون واحد يبغي يشتري شيء جاهز، مبنى أو فيلا أو ما أدري، هل تؤيدني فيها؟ عفوا، بخصوص يعني أقصد الاستثمارية، هل تؤيدني في هذا ولا لا؟ الأمر الثاني أثار المشاريع النقل على العقار والأشياء المحيطة فيها. والسؤال الأخير المؤشرات العقارية، يعني متى نرى مؤشرات عقارية يعني متوفرة للعامة يطلع فيها الشخص ويعرف يقيم قيمة العقار أو قيمة الاستثمار في هذه المنطقة؟ وشكرا. فيما يخص التقييم، في شركات تقييم الآن كثيرة موجودة في السوق تقيم لك، ممكن تستعين بها. بالإضافة أنه أنت تعتبر أفضل واحد يقيم، لأن أنت لما تلف تبحث الفرصة وتدرسها من جميع نواحيها تتعرف عليها أكثر، ودائما إحنا يغلبنا العميل، لأنه يجي قبل ما يشتري منه يكون لف السوق لفة كاملة وعرف تعرف على السوق في ذيك اللحظة، بس مشكلته أنه يكون في ذيك اللحظة، بعدها يتغير الأمور كلها الله أعلم. لكن التقييم الآن صار فيه تنظيمات كثيرة، وصار في هيئة المقيمين، وصار فيه مقيمين مرخصين، وصار فيه يعني محاسبة على أنا ممكن أقيم لك الأرض هذه بعشر آلاف ريال، لازم أكون متأكد أنها فعلا هذه قيمتها، وإلا حاسب على كلامي هذا. فهذا شيء مهم جدا فيما يخص التقييم. فيما يخص أثر النقل على الاستثمار العقاري، أنا أعتقد أنه حينشطه أكثر وحيزيد من يعني أنت ممكن يعني حينشط الأطراف أكثر شيء، لأنه حتكون ساكن بعيد وتجي بالنقل العام قطار وغيره وتوصل لعملك في نفس اللحظة بدون ما تستخدم سيارة اللي بتاخذ منك وقت طويل. النقل يعني بيحل مشاكل كثيرة أو بيساعد في حل مشاكل كثيرة فيما يخص السكن وخلافه. تفضل. تفضلوا. لا ما يخالف، تفضلوا، بس ودنا ننتقل ما بين الرجال
ولا الأخوات الموجودات. تفضلوا أخوات. السلام عليكم أستاذ سلمان، أنا طلال وظيفة عقار. أنتم حالة غنية للتعريف وخبرتكم كافية لإصداء نصيحة للوسيطات أمثالي وللوسطاء خاصة في الوقت هذا، يعني نجد صعوبة في تسويق كثير من العقارات لأسباب كثيرة ذكرتوها، فما نصيحتكم لنا وعملنا في الوقت الحاضر؟ شاكرا لكم. أنا عندي قناعة أنه العقارات علاقات، أفضل يعني خصلة مهمة يعني في الوسيط العقاري أنه يتملك علاقات كبيرة. العلاقات الكبيرة ما تزود ولا تستمر إلا من خلال ثقة ومعرفة بالسوق دائما، الاطلاع على مستجدات السوق، هذه من الأساسيات. الوسيط يعني أنا أشوف كثير وسطة خسروا لأنه ينظر في عين العميل، في جيب العميل. مجرد ما تحط عينك على جيب العميل حتخسر كثير. أقصده كل ما تحسب وساطتك في شراء عملية معينة أنه حيجيك منها 10,000 ريال ولا 50,000 ريال وتبدأ تسدد بها ديونك وتبدأ تبحث تعطيها وين وتستثمرها وين، حتخسر، لأنه مصداقيتك في البداية أمام طموحك حتضعف. فلا تحسب الوساطة كم بيجيك أيا كان المبلغ كبير أو صغير، لكن أعمل أنك تحقق الصفقة في وقتها وبطريقتها وتحافظ على علاقتك مع الطرف الآخر، هذا أفضل شيء. ما عمري أخذت سعي كامل، ما أخذته أبدا، لابد اللي يكون معي أحد فيه. لا لا، في الوساطة تقصد؟ لأن أنا المالك ما أخذ على حق على ملؤه الكيسة، بس دائما يعني ودور الوسيط ترى مهم جدا، لأنه هو أكثر واحد يقرب وجهات النظر. لا، حط عينك على الصفقة نفسها وكيف تحقق النجاح وتحقق احتياج أو تلبي احتياج الطرف الآخر بدون الضرر بالبائع. فأنا اللي أقصد ما تحط عينك على جيبه، ما تحط على عينك على المبلغ اللي بتاخذه منه وتبدأ تخطط عليه. عفوا تأخرنا هيك ابو مصعب، بس حبيت استفسر فيه، يعني الحين ازمتنا السكانيه الاخيره في اشياء احنا ساهمنا فيها، الحين بعض الاحياء عندنا استعجال بالهجره من الاحياء الداخليه، يعني اكثر ناس يعني المواقع الاساسيه اللي ساكن فيها في الرياض كلها عماله، احنا العماله هي اللي تسكن بالمواقع الاستراتيجيه، احنا يعني داخل المدن القديمه تلقى 1800 متر مهجور، 3000 متر مهجور، تصل الى 5000 متر خلاص سكن فيه الشايب، توفى الاولاد والله، يعني مساحات شاسعه ضايعه، ونروح نطلع قبل الاطراف لا في مدارس ننتظرها، احيائنا القديمه توفر فيها جميع الخدمات، رحنا طلعنا منها وعلى طول رحنا تشوف الاحياء 900 متر ولا ظهر من اترك، يعني ما في ثقافه نفس اهل البيت. طب نعيد بناء بيتنا، نعيد بوحدتنا، خلاص الان احنا عندنا حينا، عندنا جيران، عندنا، لا على طول 10 15 سنه ظهر وراحوا اخر الرياض قبل بلا مدارس لا مويه لا شيء، يدوك حي جديد. طب ليش ما يصير حينا هذا حنا نجدده؟ بيتنا 1200 متر ممكن اعيد تاهيته اخليه 18 وحده الى 20 وحده، احنا لا، يعني هالنظره دي منتشره بشكل كبير لنا. والله انا اقول مهما تحضرنا نظل بدو، حنا نحب التنقل من مكان الى مكان، يعني البدوي بطبعه راح هنا عنده، يعني ينتقل من مكان إلى مكان. ولكن أحب أؤكد لك الكلام هذا، وزارة الإسكان أحد من مبادراتها يسمونها التجميع، بمعنى أنهم يرجعون يجمعون أراضي صغيرة مقسمة إلى البيتات أو فليلات، يجمعونها يحولونها إلى منتج إسكاني جديد، بحيث أنهم يساعدون في المناطق القديمة اللي صارت يعني سكن عمالة وصارت يعني خربة وما شابه ذلك، بيساعدونك في أنك تحصل على يعني إذا كان عندك التوجه بيدعمونك عليه، ومن ضمنها يعني وسط الرياض والملز والمناطق هذه. كلامك صحيح في محله والوزارة ما جاء عليه. تفضل. أعطى الثاني وأنا.
مساك الله بالخير أبو مصعب وإبراهيم الدرويش. بداية عرفت أنك مخضرم لما قلت المكتب العقاري من زمان يحتاج محاسب وعامل شاهي، ما قلت قهوة في كابتشينو والحين فيها، مع ذلك أنك عاصرت والدكم الله يرحمه ولحقت على الآن الطفرة العلمية والتخطيط العلمي للعقار. أنا عندي تساؤل، المملكة ما شاء الله شاسعة، أكبر شمس تضرب في العالم عندنا في المملكة، ومع ذلك عندنا نقص فيتامين دي في جميع يعني في جميع فئات الشعب، أكبر مساحات شاسعة أراضي، ومع ذلك الناس يقولون ما عندنا أراضي والأراضي غالية. الآن أنا أتساءل وين الأزمة؟ أي الأزمة وين تكمن؟ إذا كانت في السكن فالكل ساكن سواء مستأجر أو متملك، إذا كانت في الأراضي، الأراضي شاسعة، المخططات موجودة في كل مكان. أنا أتصور، أنا أبغى تعليقك فيما بعد، أتصور أن الأزمة أزمة تملك وليس لا أزمة سكن ولا أزمة أراضي، التملك. إذن هناك حاجة، الحاجة ما تتحول إلى طلب إلا إذا اقترنت بقدرة شرائية، القدرة الشرائية تحتاج إلى طبعا القدرة الائتمانية، القدرة الائتمانية تحتاج إلى دعم من جميع الأطراف الحقيقة، من السوق ومن الحكومة إلى آخره. فأرجو منك يعني أنك تعلقنا، هل هذه الأزمة حقيقة موجودة أم أنها يعني الحكومة الآن اللي تقوم فيه هي ترى الأصحاب ذوي الدخل المحدود وليس لكل فئات الناس، يعني ليست لكل فئات الناس. إذن المسألة مسألة قدرة شرائية، القدرة الشرائية لابد من زيادة القدرة الائتمانية، كذلك لابد من زيادة المداخيل، المداخيل طبعا محدودة لكن ممكن في يعني أساليب أخرى لزيادة المداخيل مثل الدوام الثاني والعمل الإضافي للموظف إلى آخره. أرجو منك أنك تعلق على هذا الموضوع، شكرا لك. هو الأزمة أزمة فكر. والله يطول عمر شيف، أراضينا شاسعة فعلا كبير، عندنا أراضي كثيرة، ولكن احنا لما نتكلم عن الاستثمار العقاري او عن الاسكان بشكل محدد انا محتاج أرض وصلها خدمات وصلها مرافق. المرافق الآن والخدمات يعني شحيحة وتحتاج الى استثمارات كبيرة جدا، لذلك الدولة الآن متوجهة الى العودة الى وسط المدن لاستثمار وتوفر الخدمات والمرافق في داخل المدن زي ما تفضل الأخ، فهذه نقطة مهمة جدا. التمويل والقدرة الائتمانية مشكلة أخرى. الآن أنا برضو برجع، أنا بعول على وزارة الإسكان الآن نتكلمون عن 28 مبادرة، وأعتقد أنا متفائل كثير فيها، رغم أني أمس ما قلت لهم أني متفائل، شديت عليهم أكثر لا يزعلون علي، بس أنا متفائل بالمبادرات اللي يتكلمون عنها، من ضمنها التمويل. هم عارفين أنه عندنا مشكلة تمويل، لأنه هي مع الجنب الآخر هي ضعف في الرواتب أو قلة في الرواتب، بالتالي كيف تحلها؟ التحول الوطني نعول عليه كثير في أنه يقلل الاعتماد على التوظف في لدى الحكومة والقطاع العام والتوجه للقطاع الخاص بحيث أنه في فرص أكبر، فهذه أحد الحلول. يعني المشكلة يعني مشكلة السكن ليست في الأرض ولا كان ممكن الرسوم تحلها، وليست في المواد البناء، ولا يعني حلولها متعددة ومتنوعة وتمد على أشياء كثيرة. عشان كذا لا يمكن تقدر الدولة بالحالها أو البنوك بالحالهم أو القطاع الخاص بالحالة أنهم يحلونها، لابد تضافر جهودهم مجموعة مع بعضهم على أساس يقدرون يقدمون منتج مناسب. البنوك لديها تمويل لكن محدود، وفي نفس الوقت يحرصون على زي ما تقول الأمان والتوثق من أنه استثماراتهم آمنة وفي مكان مأمون وموثوق. المستهلك يعني تلاحظ برضه هنا تكلموا عن نقطة مهمة أمس عجبتني اللي هي الادخار، هيكون في صندوق ادخاري لكل مواطن من اللي قدموا على وزارة الإسكان يبدأ يستثمر من الآن، يدخر من الآن من راتبه حتى يجي وقته، وقت ما يطلع اسمه يكون جمع أموال. ففي عدة حلول كثيرة قاعد تكلمون عنها،
وأنا أقول لك يعني إن نتكلم عن أزمة السكن ما يمكن نتكلم عن جزئية واحدة فقط أو نناقشها، هي مجموعة كلها بما فيها نظرتنا أو فكرنا عن البيت، إنه نبي نسكن بيت 700 متر أو 600 متر، خمس غرف نوم و وفي الحي الفلاني أو يسمعوننا أعتقد. السلام عليكم. بالنسبة الآن العائد المجزي أو العائد المقبول من عقارات العوائد كم يبلغ تقريبا؟ هذا أولا. ثانيا بالنسبة لموضوع إعادة النظر في فرز الوحدات العقارية، ظهر قبل فترة قبل كم شهر سمعت قرأت في الصحف يعني أنه في نية لموضوع فرز الأدوار في الفلل، كل دور بصك الحالة وممكن بيع، هذا شيء. شيء ثاني في موضوع شقق التمليك للأسف فشلت الآن حاليا، لأنه ما في شيء يلزم الناس بدفع مبالغ لإدارة المبنى، لأن أنا عايشت الشيء هذا وشفته. أنا أعمل في مجال إدارة الأملاك في شقق التمليك، واجه مشاكل كثير للأسف. فهل في توجه بحكم اطلاعكم سلمك الله أن في إعادة نظر لموضوع فرز الوحدات العقارية أم لا؟ شكرا لك. شكرا. وزارة الإسكان الآن تعمل على اتحاد الملاك، على تفعيل اتحاد الملاك. النظام طالع من زمان بس مع الأسف ما فعل كما ينبغي. وزارة الإسكان تسعى جادة الآن إلى أنها تفعله، ودعونا إلى ورش لمناقشته مرة أخرى وحرصة. يعني أنا بقول لك إحنا في علاقتنا مع الوزارة كانوا طالبين منا 10 سنوات صيانة ونزلت إلى 5 ثم نزلت إلى 3، وقبل أمس يقولوا بننزلها لك إلى سنة بشرط أنك توقع اتحاد ملاك لجميع ملاك اللي بيشترون منك في الوحدات السكنية. وهذا يعني زي ما تقول عملية ضغط. وبرجع أأكد إحنا في عندنا تنظيمات كثيرة في السوق، بس إحنا كسوق كمجتمع لسه ما جديدين، جديدة علينا يعني، ويحتاج لنا يعني ثقافة أنك أنت تتنازل أو تضحي، هذه يعني تقول لازالت ضعيفة عندنا، هو اللي يحتاجها نظام اتحاد الملاك حتى يبدأ يتفعل ويعطي نتيجة. أنت تشتغل في إدارة الملاك، ما نجاوب على سؤالك لأن أنت السؤال عطنا الجواب. اللي تكلم عن نسبة العائد، لا أبشرك إن شاء الله الوزارة ساعية. يعني أنا من ضمن نقاشي مع الوزارة يعني اتفقنا على أنه الوزارة هي بتصير أكثر قطاع حريص، لأنه بيصير يسعى وراء المطورين لحل المشكلة، لأن المشكلة على ظهورهم، المسؤولية عليهم أكثر شيء. في نظام له. تفضل. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، والف شكر حقيقة على هذه المحاضرة القيمة والمعلومات الجميلة اللي استفدناها هذه الليلة. أنا بس لي يعني رؤية، يمكن تتفق معي يمكن ما تتفق معي. أنا أشوف إنه الآن غالبية المطورين سيتجهون إلى دعم وزارة الإسكان وتوجه، هذا قد يخلق أيضا خلل في قضية إنه توجه استثمار رؤوس الأموال اللي هي المجال هذا، قد يحدث مشكلة أخرى أيضا مثل ما هو حاصل في جميع المناطق. العقاريين وش يشوفون من استثمار ناجح في هالسنة يتجهون له ثم يبدون ينظرون لاستثماراتهم غير مستثمرة. يعني هذه ما أدري أنا. الأمر الثاني من المخاطر اللي أقول يمكن تتفقون معي أنكم ترون أنها ممكن تحدث، هل وزارة الإسكان ستضمن أنه هنا سيكون هناك يعني قروض مقدمة للمواطنين المستحقين ولا؟ يعني قد يكون بعد سنة سنتين الناس اللي تنتظر في الدور ما خرجت أو ما نزلت اسمها بالنسبة للقروض العقارية. ورؤيتك بالنسبة لهذه؟ والله أنا ترى بجاوب عن الإسكان كثير لأني أنا لي علاقة معهم وعندي مشروع، بس أنا ما أمثلهم، فعندهم قدرة أو ما عندهم قدرة الله أعلم، لكن عندهم الرغبة الأكيدة إلى أنهم يحلون المشكلة، هذا ما في نقاش. الوزير قابلته أكثر من مرة، وقابلت أكثر من مستشاريه، وحوارات داخلية ومناقشات عنها، يعني هم حريصين جدا أنهم
حتى يعني أغلب المستشارين الجدد جايين من بنوك لهم خلفية بنكية خصيصا، لأنه مشكلتنا في التمويل زي ما تفضل الأخ فعلا هي مشكلة كبيرة. أعتقد إن شاء الله أنها بنرى سؤالك الأول. أي الآن النظرية عندنا أنه 30% من الطلب موجود و70% غايب. اللي احنا بنسويه أنها بتنقلب تنعكس حتى تتوازن. نعم بيصير فيه كثرة في اللي سعرها منخفض وقلة، لا ما راح تنقطع أكيد، بس أنها نبغاها تتوازن بدل ما هي سارة يعني منحرفة. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بخير جميعا. أحمد عسيري عضو اللجنة العقارية ومدير عام تثمين. أتحفتنا بمصعب اليوم معلوماتك ومعلومة جديدة من كلام إرابيات حاسب عليك ما يحتاج إن شاء الله الأمور محسوبة تمام. أنا لي حقيقة في تعليق يعني، ويمكن أستبدل العنوان المحاضر اللي هو الاستثمار العقاري الآمن. هل لدينا سوق عقاري آمن أو بمعنى صح سوق عقاري متكامل؟ أعتقد أن هذه مشكلتنا، مشكلتنا ترميمات العقارات، وزي ما تفضل الأخ عبد العزيز يقول أنه حيأثر على 120 تقريبا سنة. أنا أتوقع أنه السوق العقاري هو مطور، هو ممول، هو مقيم، هو اتحاد الملاك، هو بيع الخريطة، هو وظائف عديدة، هو مدير مسوق إلى آخره. هذه الوظائف هل متكاملة ومتناسقة مع بعض بحيث أنا كمطور من يعني يرتاب مني الممول والممول نفس الشيء، يعني بين في علاقة مفقودة. المقيم زي ما تفضل الأخ يقول إنه ما في مقيمين، مثلا في مقيمين في الهيئة، هم وصلوا إلى مستوى السوق؟ هذه جزئية أرجو تعلق عليها المسألة. الجزئية الأخرى، كل من حصل على مبلغ بسيط أصبح مطور أو أصبح عقاري. هذا السوق الضخم، وأنا قلتها في ندوة قبل كذا، المملكة العربية السعودية ممكن توجد شركتين أو ثلاث على مستوى العالم وليس على مستوى المحلي، تضخم مليارات بشركات تطوير، ولدينا العقليات مثل شراكة ومصعب وكثير من الأخوان، نستطيع أن نريح الناس من مشاكل التطوير. يا أخي اطرحوها في السوق العام، سوق الأسهم، وتصبح شركة مساهمة للجميع، كل من لديه رأس مال يشارك في هذا الشركة، وبالتالي فعلا يصبح سوق متكامل آمن. هذه الشركة تتعامل معها البنوك بأمان، تتعامل معها الدولة بأمان، تتجاوز الحدود. شكرا لكم وإن شاء الله ما طولت. فيما يخص الكوادر البشرية، إذا ما نسميهم الكوادر البشرية العاملة في القطاع العقاري بشتى أنشطته، نعم لازم نفتقر للكادر البشري المناسب. لكن لو ترجع وراء بس 10-15 سنة، وش كانت الكوادر الموجودة؟ وش اللي صاروا الآن؟ الآن يعني في فرق كبير، ومع ذلك احنا محتاجين قدهم يمكن مرتين أو ثلاث. أنا معك، أنا أتفق معك 100%. احنا كل ما وظفنا من وظف نحتاج ندربه ونأهله حتى يوصل لمستوى معين، بعدين نلاحظ أنه برضو ما يوفي باحتياجاتنا. سوقنا يعني لازم ننتبه لها، سوقنا نامي على جميع أطيافه، فالنمو ما بعد وصلنا إلى مستوى الاستقرار عشان نبدأ نفكر، يعني لازمنا في كل جهة ننمو، فالنمو يعني له ضرائبها الكثيرة. برضو سؤالك الثاني شركات التطوير، أنا أعتقد أنه عندنا تجارب سابقة، الرياضة للتعمير، الشركة السعودية العقارية، يعني مع الأسف الشديد العقارية هذه كانت قائمة لحل السكن في ذاك الوقت، ولا اشتغلت في السكن قد ما اشتغلت في التجاري، ولا اشتغلت بأموالها قد ما اتجمدت في البنوك. أنا أعتقد القطاع الخاص بيشتغل وبيعمل وبيتشوف إن شاء الله في الأيام القادمة، لأنه الآن بدأوا يعطونه فرصة ويعطونه الدعم اللي يحتاجه. الآن من أكبر المخاطر أنك تدخل في السوق العقاري لأنه غير منظم وغير مرتب وإلى آخره.
أنت أول ما تشوف البنوك ترفض دخول في قطاع أعرف أنه في مخاطر، لأن البنوك دائما تحسب مخاطرها كثير. الآن مع وزارة الإسكان بدأ يصير عندهم إذن أخرى يستمعون فيها ويتعاملون. يعني أنا تعاملت مع البنوك على المشاريع اللي عندي، لقيت منهم تجاوب أكبر، وبدأوا حتى هم راحوا الوزارة وجلسوا معهم وفهموهم. إن شاء الله في القادم إن شاء الله حيكون فيه أفضل. ناخذ سؤالين بس. مساك الله بالخير جميعا، ونقدم الشكر للاخوان بالغرفه وقطاع التمويل والعقار خصيصا، والاخ عبد العزيز واستاذنا ابو مصعب. بدايه الحديث اللي تطرقته اتجاه انت، يعني حسب ما صرحت من رايك الشخصي انه عندك توجه مع اتجاه الدوله او وزاره الاسكان تحديدا. وهل ترى أنه في اقتناص فرص مع توجه وزارة الإسكان، وين تصنيفها؟ هيكون مع التطوير المتوسط ولا في المنخفض اللي الآمن بشكل كبير بحكم التمويل راح يكون أو الجزئية راح تكون من وزارة الإسكان؟ هذا الجزئية الأولى. الجزئية الثانية بعد تخفيض الدفعة الأولى للتمويل العقاري أصبحت الآن 15%، هل ترى أنه خلال الفترة القادمة راح يصير عندنا يمكن غرق بعض المواطنين أو القدرة المالية الائتمانية أنه ما يقدر أنه يغطيها بحكم أنه وحكم قربك من وزارة الأسكان؟ هل هم ينظرون الأخوان للجزئية هذه والتنسيق مع مؤسسة النقد لإيجاد إدارة حماية المالية للمستهلك بحكم أنه قدرة المالية لا يستطيع تغطيتها؟ الجزئية الثالثة اللي هي حسب ما ذكرت انه حيكون في مركز المعلومات في وزارة الاسكان، والمعلومة صارت ثمينة جدا احنا في سوقنا بالفترة الاخيرة، هل ترى انه ايجاد شركات متخصصة في الابحاث والدراسات والمعلومات زي بعض الدول الخارجية اللي موجودة انها تقدم الخدمات هذه، يعني سوقنا خلال الفترة الجاية متعطش للشركات هذه، لا بد من ايجادها الشركات المتخصصة؟ والشيء الثالث هذا جمع عفوا بالإطالة آخر نقطة اللي هي تركيزك يمكن على القطاع العقاري السكني. القطاع العقاري التجاري يمكن ما تطرقت له، وهو بالفترة الأخيرة انوجد سوق بشكل كبير جدا. ضاعت الأربع نقاط كلها. أنا اللي عرفت عندك أربع نقاط. وزارة الإسكان حريصة على سد الحاجة، وما نقدر نتحاور لبعض الأخير عشان شكرا الله يجزاك خير. حريصة على سد الحاجة، مليون ونص ومتنوعة، في ناس عندهم يعني على فيما يخص التمويل، في ناس عندهم قدرة وفي ناس ما عندهم قدرة وفي ناس عندهم قدرة بس ضعيفة، فهم صنفوهم ثلاثة أصناف: شخص لازم تدعمه، وشخص لازم تدفع عنه، وشخص تساعده أو تسهل له في أنه يدفع لنفسه. فهذول الثلاثة فيما يخص التمويل أعتقد أنها بتساعد في عملية دفع السوق. فيما يخص 30% إلى 15%، 30% كانت يعني يمكن كلنا عرفناها مدة حوالي سنة تقريبا، وقفت السوق كاملا. ليش؟ لأن الناس ما تعودوا، جت كذا فجأة وطبقت عليهم. لو الناس عاملين حسابهم، وهذا اللي صار الآن من بعد ما طلع النظام صاروا بدأ الناس يدخرون، الآن صارت 15% أعتقد أنها أسهل. وأنت لو تبغى تفكر في سكن بتبدأ تجمع له. أنا سئلت عن ما حصل في أمريكا وهل ممكن يحصل عندنا في السعودية، أنا والله جاوبت قلت نعم بيحصل عندنا لكن بعد 200 سنة. الساعة كم؟ تمام؟ كمان الصبح. احنا الان في امريكا يهم يقرضون الغير محتاج ووصلت الى بيت وبيتين وثلاثة، احنا عندنا الحاجة الاولى البيت الاول ما حصلناه، فكيف نصل هالنقطة؟ يعني لسه بدري، البنوك تتجرأ وتعطي اللي ما عنده. هنا يحسبونك كم راتبك وكم دخلك وسماه وممه، في شغلات كثيرة يعني حماية في الوقت الحاضر كافية، وما زالت يعني مؤسسة النقد يعني ماسكة وشادة على الموضوع ده. آخر سؤال. نعم، السلام عليكم. السلام. نشكر الأستاذ أبو مصعب واللي استفادنا صراحة من خبرته. سؤالي متى ثقافة البيوت الخضراء تنتشر عندنا؟
لتعتبر أقل تكلفة وأعلى جودة من المباني الحالية. إلى الآن ثقافتنا الاجتماعية محصورة بالبناء المسلح، علما أنها كانت أول من خيام إلى بيوت طين إلى مسلحة اللي الآن نعيشها. الآن في ثقافة جديدة إلى الآن ما انتشرت عندنا وأحس أنها طورت، خاصة بالفترة الحالية نحتاجها أكثر من أول. أتمنى أن يكون فيه توجه وثقافة تنتشر بالمجتمع، خاصة لها عمر افتراضي أكثر من المباني الحالية. وشكرا. تعطي بس اللي وراك. لا هذا سؤال. تفضل. بسم الله. عبد العزيز عبد الوهاب، بس لو تكرمت بسؤال المستثمر العادي اللي له مطور ولا حاجه ويرغب في تدفقات نقديه من خلال طبعا العقار، وش اللي ممكن يسويه على اساس يعني يجي مثل التدفقات؟ وشكرا. ان شاء الله. فيما يخص البيت الاخضر، احنا طول العمر محتاجين البيت الاصفر الحين، يعني ما بعد وصلنا، ولكن كل ما تزيد الحاجه وتزيد القدره صدقني انا كمطور وغيري من المطورين بيتوجهون. احب ابشرك يعني الان الليد لايت اللي يتوفر في الطاقه وتخفف، هذه بدات تدخل الان في مع المطورين وبدات تدخل في البيوت. هي الشيء يجي يعني تدريجي مع الوقت، ما نقدر نحطها مرة واحدة، أنا ما يمكن نقلب إنه تصير بيوت خضر على طول فجأة. فالحاجة يعني أنا كنت بذكر قصة صغيرة، كنت في هولندا في عام 80، كانت لغتهم ما أدري هي فرنسية ولا ألمانية، بس كنت أشوف شيء ما أفهمه أي، وكانوا المعلق في التلفزيون يجيب علبة يقلبها ويحطها ويشيل، أنا قاعد تناظره سألت المترجم ايش يسوي ذا، قال هذا يطلع العلبة يشوف ايش فيها مواد ضارة بالجسم ويقول للناس. قلت ايه وانا مضيع وقتي، هذا فاضي. قال ها شلون هذا قاعد تكلم عن غذاء وتقول فاضي؟ قلت ايه نعم، البلد هذه وصلها جميع الخدمات وجميع المرافق، تفرغ للقواطي يشوف ايش فيها فاضي وايش مفيد وما مفيد. احنا ما لقينا كهرب، ما لقينا ماء، ما لقينا سكن، بنفكر في ما هو اهم. فانا الان فعلا يعني عندنا ضغط وعندنا حاجه هي ما تخلينا نفكر في شيء ثاني. انا بفكر في البيت الاخضر، بفكر في التطوير، بس متى؟ بدا ما يتوفر عشان يصير العميل جاهز للمنتج اللي بقدمه له. انا عندنا فلل واسوقها واقول للرجال يعني يقول لي خفض في السعر، قلت يا اخي انا معطيك ضمان ومعطيك صيانه، كم شيلها؟ كيف اشيل هذه؟ ما يعني ما دريت اني لو تكلفت في التنفيذ اضطر اشيل، ما اقدر اشيله، لان الرجل مسكين يعني هو عنده حاجه معينه ما يستطيع يدفع ثمن الخدمه لنا، والبيت الاخضر بيزيد التكلفه. وانا احب برضه انبهك الى نقطه، انا اطلعت على بيت حديث تبع شركه سابك في جامعة الملك سعود، يتكلمون عن البيت الذكي، واضعين فيه طاقة شمسية، كل البيت يضاء بالطاقة الشمسية، ويقول لك الآن قاعدين يتفاوضون مع شركة الكهرباء يبيعون عليهم نص الطاقة، لأن البيت الخلايا الشمسية اللي عنده تكفيه وممكن يبيع نصها، بس شركة الكهرباء عندنا ما تعرف تشتري، تبيع فقط. هذه واحدة من المشاكل اللي أو من النقاط اللي يجب أنها تبدأ في حلها. عندهم البيت يضخ هواء من الداخل بحيث أنه ولا نقطة غبار تدخل فيه، يعني كلام لما تدخل في ذا البيت تحس أنك منت بين سالفة، ما من بيئتنا. لكن الحمد لله يعني عندنا شركة تسوي أبحاث وتسوي دراسات وتجهزها، يمكن بعد 10 سنين 15 سنة 10 سنة الله أعلم بيصير عندنا تطور. أخوي الاستثمارات العقارية موجودة، صناديق العقارية موجودة، وفي الريت جاية صناديق الاستثمار اللي بتصير تدخل في سوق الأسهم وتصير تبيع أسهمك وتشتريها ولها عوائد سنوية. شكرا لكم وآسف على التطويل. كل الشكر للحاضرين الكرام، أكرمتمونا بحضوركم وأثريتم لقاؤنا، والشكر موصولا لسعادة الأخ سلمان السعيدان الذي أعطانا كثيرا من المعلومات التي نحتاجها، فله الشكر والتقدير، وإلى لقاءات قادمة مع اللجنة العقارية بغرفة غرفة الرياض غرفتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي مصعب، هذا تكريم بسيط تستاهل والله يا رب، تستاهل، الله يوفقكم ويسعدكم يا رب يا كريم.